إلا المؤمن الصادق الموحد. وسكاكرا شوف راح تنغيب بيت ما تخرج شتا تحمي راح تقيل شتاعنا تحمي هو وزارة المفشكة تحمي زارة الشمورة المفشكة لما ولي الحجاج بن يوسف الثقفي العراق وطار في ولايته وتجبر كان الحسن البصري احد القلائل الذين بينوا للناس الحق والحقيقه وصدعوا بكلمه الحق دون خوف او وجل فعلم الحجاج بذلك فماذا فعل؟ حجاج استاحم ولي العراق حماه فاشر والوي فاشر عراقا طغى وتجبر يعني استغفر الله من المسلم انا ربكم الاعلى اذ بشاوة صفرت صف سيفا يحكي غاز رحت زسورنا متبشر الى اخره ظلم زريحة يا قوت عمي ششو احد القلائل ما تشاء كما يشو يا قيت الحسن البصري الحسن البصري حساب في مشو حنا نتمشي مشتو ونفاير يا وكاو ومزرك وقاقي بتاوى وغي شعر مش وغي شعر خير تعب زكار برمش اشترك زكاة وقاقي باتر وربود جكاية ربشو تشتو وربو بشعر فيه تشتو قصة بشعر تاي شعر عبرو يشنو فاي لليله للناس اجمعين صفي ما حقيقة تكون صفر مش اكنو صف كبرش اشتنو درس يستطيوي تاي شعر دخل الحجاج الى مجلسه وهو يتميز من الغيب وقال لجلاسه قيحي هم تفسير تفكر يسك ديوان قيحي وسكار كرم زلو كبشغر وشغور ينا ما فقط شيكم يا ربا تبا لكم صحقا لكم يا أخوان كو كتربا شتقف شتبا شتقف فتبا إلى آخره كتري وراء يرش دشيسكرار مستشاريه ووزرائه وأصدقاء إلى آخره تعرف زاكي زاكي ورا يقوم عبد في فرز الكرم خاطر في حرب قاعدة هنا جتر يقوم عبد من عبيد أهل البصرة ويقول ما شاء أن يقول ثم لا يجد منكم من يرده أو ينكر عليه وقوم كتاب في عبد من عبيد أهل البصرة يعني يكفو خاطر في حرب من عباد الله ورا من عبيد أهل البصرة عبدو شطو قد اجنيز فاي وماز فاي خبرتي بعدو اخبر شوكو شو ده هز كوريا في الموقع في موجوز فاي فاعو شو كي تربع شوكو شتبع ده دل يشد طبعا يج حقمت تزيل تبشبه الموسان يعني لا يجوز لأحد أن ينكر عليه بصفتك شعر وقتر نصيحة بكر وقتر والله لأسقينكم من دمه يا معشر الجبناء فزرعت رقبي هنا يكفي في زرعته ثم امر بالسيف والنطع نطع عاتق على قماش قد يكون من جلد نائل ونفت قماش يعني مش شحاف او جرام عندما تقطع راسه يعني رموا في قين فشكيه انا وميك اثرته كان بايك الاكثر تنحن فشكيه يعني قعدت تجبر ثم امر بالسيف والنطع فاحضرا ودعا بالجلاد فمثل واقفا بين يديه ففي حق صفر رفع وحاز الجبر يطعن الجلاد مش حاز في وجدان في بي قال يشع حاز في باش حيه ثم وجه الى الحسن بعض جنده وامرهم ان ياتوا به زارني راكوي فلا جرمي الشو قل الزارة الى اخره قفش بي قال يشع ويقطع راسه وانتهى الامر قاعد في شيبا يشحفوا في شيبا صفر صفر يعرف في عشر وما هو الا قليل حتى جيء بالحسن وقت ما شط مشحوا راكوا في قرشا فشخصت نحوه الابصار ووجدت عليه القلوب شسكوبر يمكوش نمتلكوه يا اب ووجدت عليه القلوب تشتحف تبقى احب اشتيات خاص حق نزل تدي عشر بس بنفس الوقت بعدي أبايا بعض حكي خوف فيها معشر الجبناء الصفر جواب من جنس كرب كيف تيزو يا عشر كيف تيزو يا لك زازيك وش حفي وجد مزدك شعر
فلما رأى الحسن السيف والنطع زيتهم يهوى صفر حزرو والجلاء جلادة حزرو شد قاو حزرو إيش حاف قاو تبقر نعم نمتر تقيت شبينو فينو حرك شفتي زبرك الكوخي شفو نجي رخي يهوى ثم أقبل على الحجاج حجاج انتلي حاريو وعليه في نقل من أين تأتي قوة المؤمن؟ من أين تأتي عزة المؤمن؟ وعليه جلال المؤمن وعزة المسلم ووقار الداعية إلى الله وزيد فرام عليه ماذا؟ خلت جلال المؤمن مؤمن زر الأفعال عزة المسلم مؤمن مسلم زر عزيزة زر برمش زر المكتر خشيئة ووقار الداعية من أبوز كاكرم وفي متحدة يبقى نور كريك هناك فلما رأى الحجاج على حاله هذه هابه أشد الهيبة حجاج تستعلم من أبوز مشتري يوم بطل من أبوز حساب قفل الشرق ينجأة صفكو برزي أكززر يبعش حقيقة مشاعفكو شاعر زي قرن يعني شاعر تكون زنا قصرر يفديه ذو ظالم يفديه ذو جبار يفديه ذو طاغية ودرم بالمرة هنا جتب كدوم فدو شبر يا سبحان الله وقال له زي لهم يبا مشتري عاش تشحكتي كان تشحكتها حجاج جرال تشحكتي حسن بصري يبا ها هنا يا أبا سعيد ها هنا يا أبا سعيد طاقو يبدأ طاقو يبدأ مطس تغازي قيوة يعني قيتشك أشد التكريم مو يبلاعبا مو تقصبا والناس لا يصدقون ما يرون يا فخر أخر بشي سلمان أخر طبعا طلب ليقتل والنطع جاهز والسياف واقف وكل شيء جاهز لقطع رأسه بس في شعر خبر دي بتنفصل يشحف يمكن مشجر في شعر شكبر حزر صفر حزر يشحف يمكن حزر شكبر حزر فكيف يستقبله الحجاج ويقول له تعال إلى ها هنا يا أبا سعيد حتى أجلسه على فراشه ووضعه جنبه ولما أخذ الحسن مجلسه التفت إليه الحجاج يا فأصحون رفع ورقي شعر شخص يوجد فشيق دي تشكر في شجد شرب مقاقص با مقاقص با يوسع له زدش استقام يغطسه يقال يجبا يعني جابه يغطسه يغطسه وجب في غاز قريب والتفت إليه الحجاج والرأى وجعله يسأله عن بعض أمور الدين دين جيه وترد الصدر سبحان الله زب لأخوك يعني 180 درجة يقول أخوك شعبنا مش سنة والحسن يجيبه عن كل مسألة بقلب ثابت وبيان ساحر وعلم واسع سؤال قريب وترد الجواب قريب